احنا الجزائر قبل كانت معولة عن البترو دولار، يعني كانت معولة على البترول، يعني ما كانتش عاطية أهمية أصلا لا للسياحة ولا للفلاحة. حتى الفلاحة بالنسبة لولاية الواد رو نقولوا احنا رو تحدي درناه احنا كمجتمع سوفي. نعم. كما الفلاحة نجحنا فيها تحدي. نعم. وحتى السياحة نشحوا فيها تحدي، ولو كنا نلقوا بعض التسهيلات، لأنها مثلا التسهيلات في ماذا؟ في الاستثمار. تو مثلا قوانين دوار الماء مثلا، إذا نروح للقوانين المباشرة. قوانين أكيد. تو في دوار الماء احنا عندنا الأراضي، بصح احنا كي تعطيني أرض وما تعطينيش وتقول لي هذه ري للكراء يعني للأجل لمدة كذا. نعم. لا أنا هذه ما نريسكيش باش نستثمر فيها أرض كما هذه. نعم. والله تقصد معناها توطين أعطيك صح. تو مثلا الأرض هذه قال لك عندك فيها الحق في التخييم ما تقدرش تبني فيها، وكيفاش باش ندير حاجة تراثية؟ يعني على الأقل منتجع صغير، يعني نبنيه باش يدخل يشوف قال هاو احنا السوافة كيفاش كنا نعيشوا بكري. نعم. وهاو كيفاش كنا نعيش. علاش تفرض عني غير الخيمة؟ صح. والله تقول لي عندك حد تغطي به، وأصلا. نعم. المنطقة هذيك منطقة حدودية ثاني. منطقة حدودية صراحة من ناحية الأمنية، من ناحية الأمنية فيها الريسك. مش قضية من أمنية، فيها الريسك. يعني أنا عارفين احنا يجروا فيها الحراقة هذيك مش تقدر تدير فيها تخييم. صح. مش نقول لك صراحة.